السلام يا اخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة مصطفى باز، القناة اللي تهتم بالاستعداد لمباراة التعليم او اغناء المعرفة بكل ما يتعلق بهذه المادة اللي هي مادة التربية البدنية. اذا كانت اول مرة كتفرج فيها، تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ودير جيم وشي كومونتير. كان عندك سؤال خليه تحت في كومونتير، بالاكيد غنجاوبك. بداو على بركة الله. فوالا اخوان، بعد الفيديو الاول تقديمي اللي دويت فيه على لي دوكيمون بيداغوجي، قلت لكم غندير كل دوكيمون بيداغوجي غندوي عليه بطريقة تفصيلية باش ناخدو فكرة عامة على لي دوكيمون، كيفاش فاش يفيدونا، امتى تنستعملوهم، كيفاش يمكن لينا يعاونونا في لا كونستركسيون دي سافوار ولا دو لونسينيومون. إذا الإخوان، الموضوع ديال الحلقة ديالنا اليوم هو لي زوريونطاسيون بيداغوجيك اي بروغرام دونسينيومون دو لو بي اس دون لو سيكل سكوندير كاليفي. هذا الإخوان ديال 2007 اللي تهم الثانوي التأهيلي، وين ديال 2009 اللي تهم الثانوي الإعدادي. غنبداو بديال 2007، فيديو قادم نديرو ديال 2009 ونكملو باقي الوثائق. هداكشي علاش إخوان، اللي كنتي باقي مأبوناش متنساش تأبونا. بداو على بركة الله. والإخوان، حنا نبداو غادي نتناودو تنشرحو كل صفحة من الأول حتى الأخر، ونركزو غير الأشياء لا تهمنا، الأشياء اللي ما تهمناش غنحاولو نتجاوزوها، ناخدو على غير فكرة وصافي. كما تشوفو هنا الفهرس نفوتوه، هنا لو كادر جينيرال تعطي واحد لانتخوديكسيون على هاد لي زوبي، ما فيش شي حاجة مهمة، ولكن غير يعطيك بحال كمدخل، ما تحتاجوش بزاف، ما فيش شي إفادة. اللي بغا يقرا يقرا. هنا الإخوان لي سيبور كونستون، هنا علاش تعتمدو باش يصايبو هاد لي زوبي. هنا لي فيناليتي ايديكاتيف لي هما الاهداف التربويه، كما تنشوفو هنا نقراو شي وحدين، اونغاسيني ليدونتيتي كولتورال ماروكان، غرس الهويه المغربيه، لوفيرتور سوغ لي زاكي رياليزاسيون كولتورال كوربوريل، عندو واحد المعرفه على الكوربوريل ديالو، اونغاسيني لي سونتيمون باتريوتيزم حب المواطنه، هاد مجموعة ديال الأشياء، أكيزيسيون دي كاباسيتي براتيك بوزيتيف. هنا لو كادر تيوريك، هنا غنبداو غير بديفينيسيون ديال ليديكاسيون فيزيك سبورتيف، ما نحتاجش نقراها ليكم. لي فيناليتي دو لو بي اس، لي فيناليتي اخوان، كاين الأهداف كاين لي فيناليتي. هدف كاين المدى القريب المدى البعيد، تسماو لي فيناليتي هما لي بغينا نوصلو ليهم في الأخر. هنا بالنسبة لو بي اس، لاكيزيسيون دي زابيليتي اي ديفلوبمون دي كاباسيتي سونسوري موتريس، l'acquisition des connaissances relatives en santé, la qualité de vie et l'écologie, l'acquisition des attributs relatifs à l'espèce sportive, la compétition loyale et les valeurs, l'autonomie et la responsabilité. ناتشان مي ولي عندو واحد مجموعه ديال المعلومات اللي متعلقه بالكور ديالو، بلا سونتي ديالو، لا في ايكولوجيك، ولا يتعلم مجموعه ديال لي كومبيتونس، ويكون هذاك الشيء قانوني لويال، كومبيتيسيون رويال، المنافسة الشريفة، ولي فالور لي هما القيم. فوالا اخوان، هنا لي كاركتيستيك اي لي بوزوان دو ليليف لي سيان، تيعطيوك اش يحتاج التلميذ. دوزو داغيا باش الفيديو ما يكونش طويل. لي كاركتيستيك غولوتيف او كومبيتونس اي او كونتوني، هنا اون غولاسيون كومبيتونس اش خاصو كوم كومبيتونس اش يحتاج. هاد الامور ماشي مهمة، فاش نوصلو للامور المهمة اللي تنحتاجو ديما غنفصلو فيها. les besoins de l'élève lycéen, le profil sorti spécifique le PS du lycéen, le profil de sortie spécifique كيفاش بغينا حنا التلميذ في اخر سنه اش خاصو، شنو هما الكومبيتونس اللي خاصهم يكونوا عنده. لابروش بار كومبيتونس، مقاربه بالكفايه، تعطيو التعريف ديالها شنو هي كومبيتونس، انتروداكسيون ديفينيسيون دو كومبيتونس، امور ما احتاجوهاش دوزو، غندوزو ديريكتومون لي كومبيتونس جينيرال لو بي اس. Mobilisation des ressources techniques, motrices, sportives acquises pour la résolution des problèmes dans les différentes situations. Parce que si tu as une situation, tu as mobilisé les ressources techniques, harakiyah, riyadiyah, les talents, pour que tu aies une situation qui est très difficile. Capacité de l'analyse, le tahlil de critique, et à la idéologie critique. et de questionnement et طرح الاسئله انا ما عرفتش شي حاجه pour permettre à l'élève de comprendre le domaine des APS. ما تبقاش فاش تدوي مع التلاميذ تبقى تعطيهم كل شيء، وفاش تقول لهم شكون اللي ما فهمش كل شيء يسكت، عرف هذه حامل. La mobilisation des habiletés, capacités personnelles et leur gestion, gérer donc les capacités اللي عندو، نقصو شي وحدين، être conscient de la communication au sein du groupe et l'intérieur d'une activité physique sportive.
تولي يعرف كيفاش يتعامل داخل الجامعة، داخل واحد جروب أثناء ممارسة ديال ديك الرياضة. كاباسيتي ديتيليزي لي زوتشي تكنولوجيك بور بيرميتر لاكسي او كونيسونس رولاتيف او شون دي سبور، لوتيليزاسيون دي زوتشي ماتيريال كي بيرميتر اكسيتيرا. دوزو لي كومبيتونس سبيسيفيك و نلقاو شي وحدين. ليلابوراسيون دا بروجي بيرميتر ا ليليف دو رياليزي ان برودوي سبورتيف امبورتون. La construction des savoirs et des méthodes permettant la conservation de la santé et la gestion de ses habiletés, la gestion des capacités dans le domaine sécuritaire afin d'éviter des accidents lors de la pratique physique et sportive. Athlète et l'écran de l'écran, achats timides, compétences spécifiques à l'EPS, rassons maintenant à l'écran de l'écran, domaine sécurité, qui est le chien de l'écran de 3000 jours, rassons maintenant à l'écran ديال التدابير باش ايفيتي لي زاكسيدون. فهم نتجاوزو هاد الاخوان هنا وقيلا هي هاديك، هنا نبداو في المهمه الاخوان من الصفحه 10 موديل اي كومبيتونس سولون لي نيفو سكولير. كما تنعرفو اخوان المهام اللي خاص الاستاذ يديرهم واللي مهمه بزاف هي بلانيفيكاسيون جيسيون اي ليفالياسيون. شي واحد ماشي خشاف معايا على هاد الامور. بلانيفيكاسيون باش يبلانيفي، جيسيون فاش تكون في سيونس، ايفاليياسيون في الاخر ديال ديك السيكل ولا ديك لا بي اس اللي كان خدام عليها. هنا تنشوفوا على حساب كل نيفو سكولير. بالنسبه للترون كوما في لافيش تيكونوا طالبين من الموديول، اغلبيه ما تعرفوش من يجيبوا، تجيبوا من هنا. تكون موديول 1 اللي خاص بالدوره الاولى ديال صحاب 5 ترون كوما، موديول 2 اللي خاص بالدوره الثانيه صحاب 5 ترون كوما. فوق هنا تكون مجموعه ديال لي كومبيتونس. بالنسبه للدوره الاولى اغلبيه تنخدموا 3 APS. الكومبيتونس هنا عطينا 5 ولا 6 على حساب. حنا كيفاش غنختارو؟ مثلا على حساب السبور اللي خدام، اما كاينين شي طرق، اما تختار الكومبيتونس اللي تخدم عليها، عاده تختار الAPS اللي تخدم عليها. مثلا نعطيو مثال هنا كونسيرفي ليكيليبر اي لا كوريكسيون دي بوزيسيون دو كور دون لاكتيفيتي براتيك. نحلل هذا نشوف هنا APS عندها علاقة. مثلا بان ليا الجيمناستيك حيت كاين ليكيليبر، كاين كوريكس بوزيسيون دو كور هي اللي كاينه في جيمناستيك، اكتيفيتي براتيك. اذا انا نخدم هذا مثلا لانتيغراسيون دون ان جروب ا بارتير دو لا بارتيسيباسيون اكتيفيتي فيزيك سبورتيف. هذا مثلا بان ليا في جروب، اذا انا يخدم بالنسبه للسبور كوليكتيف صار مفهوم. كذلك اما تختار مثلا تكون انت مقسمين تديرها بطريقه عكسيه، تكون مقسمين بينكم اساتذه لي زابي اس اللي خدام مثلا نخدم انا الاول هادي الثان الرياضه الثانيه هادي، باش ما تيكونش واحد، باش تكون واحد الجيسيون ديال لي سباس، جيسيون ديال دوك لي ريسورس اللي كاينين. مثلا كاين دو تيران ديال الباسكت، تيران ديال الفولي، ماشي كلشي يخدم مثلا باسكت ويبقاو الاخرين خاويين. مثلا نفترضوا انني عندي انا باسكت، مثلا غنجي غنختار ما تحتاني لانتيغراسيون دون ان جروب. كيفاش التلميذ تلقى بعض المرات التلاميذ تيتغاوتوا بيناتهم، كاين تلقى واحد التلميذ عنده مشاكل مع كاع التلاميذ باسي ليا وهادي تيغوت، تعرفش انتيغرا في الجروب. الموديل الثاني كذلك تختار على حساب الرياضه ولا على حساب موديل، تختار تختار الكومبيتونس باردون هذا اش تخدم، ولا تكون مختار قبل تشوف كومبيتونس اللي ماشيه معاها. بروميير اني باكالوريا لا ميم شوز، موديل ديال الدوره الاولى الثانيه ها هو هذا، تتكتبوا في لافيش اللي غنشوفوها من بعد. ونذكركم ان كومبيتونس تختار نفس الطريقه اللي شرحت بلا ما نعاود باش ما يكونش فيديو طويل. كذلك الدوزيام باك هنا بالنسبه للاف 7 خاص بالثانوي تاهيلي. دوزو دغيا لو كادر ميثودولوجيك لو بروجي بيداغوجيك، هو واحد بروجي اللي اللي تخدموا عليه مثلا سواء مؤسسه لي بروجي بيداغوجيك ديال ليتابليسمون ولا ديال لو بي اس ولا لونسينيومون بار موديول. هي هادي اللي شفنا مثلا بار موديول هو اللي خدامين. الدوره الاولى نخدم هاد الموديول، الدوره الثانيه هاد الموديول. سيكل دونسينيون، سيكل دونسينيون سيكل فاش ندوي على سيكل تندوي على ا بي اس. مثلا السيكل الاول نخدم فيه لا بي اس ديال الباسكت، السيكل الثاني نخدم فيه لا بي اس ديال سود لونغور، السيكل الثالث نخدم فيه الفولي. هادو هو سيكل دونسينيون. و تيتكون هاد السيكل كيما راه دويت مع الفيديوهات ديال البلانيفيكاسيون هي التخطيط، دويت على سيكل بشحال تيتكون حصه، غالبيه تيكون ما بين 10 و 12 حصه. ومن اش تيتكون غنشوفوها في الاخر راه كاين بالتفصيل.
هنا هذا تستعملهم مهمين. طابلوات الاولى هادو تنحتاجوهم بزاف، خاصك تركز عليهم، وهذا تا هو تنحتاجوه بزاف. لو بروغرام ناسيونال دونسينيمون دو بي اس، علاش دارت بروغرام؟ باش تكون واحد في كاع المغرب تيقراو نفس الشيء، حيت لما كانش هاد البروغرام اللي تيدير لوريونطاسيون دو لابرونتيساج واللي مبني على مجموعه ديال الامور اللي هي ما تتمشي غاده بواحد التسلسل، بروغرام اللي مجموعه ديال المعايير مهمه دراسات باش تبنى فهم وباش يغونتي لابرونتيساج، اللي تيقرا في الشمال بحال اللي تيقرا في الجنوب، بحال اللي تيقرا في الشرق بحال اللي تيقرا في الغرب، نفس لي زوبليكتيف، نفس لي فيناليتي، نفس الشيء، وهنا تضمن تكافؤ الفرص. ثاني شيء هنا غنبداو بموديول، كما شفنا راه كاينين لهين وكاينين حتى هنا لي موديول، راه نفس الشيء، لا كاينين لهين راه كاينين هنا. هذا ترون كوما خاص بالدوره الاولى، الدوره الثانيه، الدوره الاولى الثانيه ديال السيزيام، الدوره الاولى، الدوره الثانيه ديال الباك. او تي اي اوبجيكتيف تيرمينال دانتيغاسيون، والبروفيل ديليف اللي حنا باغيين في الاخر ديال داك العام 3 دي 5ام، اش باغينو في الاخر ديال العام نقراو وحده. ليليف ترون كوما دو بوفوار ميتريزي، في اخر السنه خاصو ميتريزي les composantes du comportement moteur et pouvoir s'adapter aux différentes situations. فيما حطيتي يتعلم يتادابت et faire face à des défis. فاش يكون عنده شي مشكل يتعلم يحلو. accepter l'intégration du groupe. ما يبقاش واحد، تكون سوسيال. هادشي اللي بغينا. كذلك في السيزيام ها هو نفس الشيء. الباك تو نفس الشيء. تندوزو لو تي سي اللي هو لوبجيكتيف تيرمينال دو سي، مثلا انا في ديك الرياضه علاش باغي نوصل، هذه في العام، هذه في الرياضه، في ديك لا بي اس علاش باغي نوصل، مفهوم. ريشيرش مثلا في سبور كوليكتيف ماركاج دي ماركاج، مثلا في الباسكت في السينكيام ريشيرش لو غا اي لا دو لا رونكونتر باش يربح الماتش باغ ليوتيليزاسيون عن طريق استعمال لي مويان ادابتي بور كونسيرفي لو بالون باش يحتفظ بالكره جوست ا لا زون ادفيرس باش يوصل la zone adverse. Une défense là où elle est organisée qui cherche à récupérer la balle qui va se faire dans le corps mais je vois des gens qui essaient récupérer le ballon et défendre la sa cible et elle aime tirer elle chine pas rien on va essayer de marquer mais pas réussir qui va se faire dans le corps qui est la cible et notre deuxième principe pour la règle d'action la conservation. Sixième en talent elle aime la conservation elle aime je vois des gens cherche le gain de rencontre par la mise en œuvre des choix tactiques collectifs. Nature de tactique où les adversaires jamais refondent sur la vitesse d'exécution. Après, غير يحب dans le corps ou progresser par là. غير يحب dans le corps il mouille. نقصو يحب là où لكن تل progression كون طريقة سريعة. هنا خدام conservation كيفش يحب dans le corps هنا progression. Trouver les moyens d'arriver le plus tôt possible à la cible adverse, qui va se faire par la série. La cible adverse entre deux ou plusieurs joueurs, avec une bonne gestion des ressources devant la défense qui réduit l'espace du jeu. Non. Conservation, on a progression, on a rendu l'attaque. On a rendu l'attaque. On a rendu l'attaque. On a rendu l'attaque. On a basket, foot, هون الامور كامله. اتليتيزم اللي فيها السبور انديفيديوال بحال لونسي دو بوا سو دو لونغور سو دو هوتور كورس اون دوري، هما الاهداف ديالهم بلا ما نعاودو ندويو عليهم. جيمناستيك اهداف ديالها على حساب كل سنه دراسيه. سبور دو انفوا فولي هما الاهداف ديالهم باردون. هاد الامور كامله على حساب لو تيست هنا دوينا وموديل من تنجيبو ولا تنجيبو من الاول. كومبيتونس راه تنجيبو من الطابلو اللي دوينا عليه قبل. لو تي اي هاو مين تنجيبو على حساب كل سنه. لو تي اس تي على حساب النوع ديال لا بي اس اللي خدام فينا فامي تتنتمي ليها. انا فوالا الاخوان نحبسو هنا باش ما يجيش الفيديو طويل، تقريبا 14 دقيقه. بارتي ثانيه في اشياء مهمه ما بغيناش ندوزو عليها مورا الكرام، اذا نديرها في بارتي ثانيه ندوزو عليها دابا بشكل سريع. هنا لافيش باش نشرحوها اللي هي تحتاج في كل حصة، هادي تحتاج بروجي سيكل تحتاج في كل سيكل اللي ما يمكنش تدوزو عليه، لا نوطاسيون، مجموعة ديال الأمور أخرى، لا إس إس، لا دوكومون بيداغوجيك. إخوان هادشي كامل غندويو عليه في بارتي تانية لعلو حبات تقريبا يومين ولا تلت أيام. شي علاش مكنتيش تأبونا تأبونا باش يوصلك كل جديد. هذا ما كان إخوان بالنسبة للفيديو، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. كانت أول مرة كتفرج فيها ما تنساش دخل تشيكي القناة، طرف هادشي فيديوهات يقدرو ينفعوك. خاصين
سواء الاستخدام برا التعليم، سواء كأستاذ سواء كطموح باش تولي ان شاء الله استاذ. هذه القناة غتفيدك. اذا ما كان، كان معكم استاذ مصطفى رغم قناتكم قناة مصطفى بيس. اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. تشاو.